ينضم الينا الان من بيروت العميد الياس فرحات الباحث العسكري والاستراتيجي، عميد الياس اهلا ومرحبا بك. كيف يمكن تقييم ما يجري اليوم من تكثيف للمعارك بشرق اوكرانيا تحديدا بسيفير دونياتسك؟ يعني واضح من الخطه الروسيه بعد انسحاب القوات الروسيه من محيط كييف انها تريد السيطره على اقليم دونباس بكامله اي دونتيسك ولوهانسك. في في مقاطعة لوهانسك هناك هجوم كبير منذ أكثر من أسبوعين على مدينة سيفيدونتيسك وتمكنت القوات الروسية من السيطرة على معظم المدينة بحسب روايات أوكرانية أيضا وبقي هناك معمل أزوت للكيماويات وهو معمل ضخم جدا ويعتبر من أكبر المعامل في العالم ويصدر السماد الكيماوي إلى معظم أنحاء العالم وهو مادة حيوية يعني طبعا ادى الى يعني ادى فقدانها الى ازمات كثيره في الزراعه في الدول الاوروبيه وغيرها آه هذه هذا معمل المصنع يلجا اليه نعم على الرغم قبل ان نذهب الى موضوع لجوء المدنيين والعسكريين حتى الى هذا المعمل، على الرغم من انه الروايه الاوكرانيه تقول بانه روسيا مسيطره على اغلب المدينه، اليوم الرئيس الاوكراني يحذر روسيا من تكبد خسائر فادحه، كيف نفهم هذا التحذير الاوكراني؟ يعني هذه سيدتي حرب شوارع وحرب الشوارع يعني تحدث فيها خسائر بشريه كبيره والامر نفسه وقع في ماريوبل. وماريو بيل استمر القتال فيها أكثر من شهرين آه وقتال شوارع نهاية قتال الشوارع هو الدمار الأبنية وعدد كثير من القتلى والذي يربح الحرب هو من له نفس أطول ومن له آه يعني قاعدة استراتيجية أكبر وإمكانيات بشرية أكبر وهذا يتوفر للجانب الروسي أكثر مما هو للجانب الأوكراني لذلك نعود إلى فكرة المصنع وانت تطرقت نعم. الى موضوع ماريوبول هل لا. ستتكرر نعم. نعم. هذه التجربه التي طالت في ماريوبول ام ان ما يجري اليوم في المصنع سينتهي بغضون ايام كما تتوقع الجهات الروسيه واضح من طريقه قتال الاوكرانيين انهم يقاتلون بشراسه وصامدون يعني بوجه الهجمات الروسيه القويه لذلك اعتقد ان اللجوء المقاتلين وبعض المدنيين الى مصنع ازوت هو مقدمة لحصار هذا المصنع كما كان الحال في أزوفستال في ماريوبول يحاول الأوكرانيون أن لا يفوتوا أي فرصة لزج بالجيش الروسي بمزيد من الخسائر في للضغط على الجانب الداخلي الروسي والاكثار من الخسائر ومن هنا كان حديث الرئيس زيلينسكي عن ارقام كبيره في الخسائر الروسيه، هذا ما ودنا الرهان عليه، اما الوقت فهو ليس لصالح الاوكرانيين في سيفنسك، وبعد سيفن سوف يتقدمون الى كاماتوسك ولشونسك وبذلك يعني تسيطر روسيا على اقليم دومباس بكامله، وهو اقليم غني بالفحم والمعادن. بعد يعني بعد سيفير دونياتسك اذا ما خسرتها كييف ما خطوره ذلك على اداء الاوكرانيين اليوم في الميدان والمعارك؟ يعني الواضح ان الاوكرانيين لم ينهاروا حتى مع سقوط ماريوبول وتابعوا القتال في سيفيرزانتسك وسيتابعون في كراماتورسك وفي ليشانسك عندما تسيطر على هذه المدن القوات الروسيه وذلك بعد اسابيع وربما اشهر يعني لان قتال ضاري وعنيف سوف تتقدم في خيرسون وزابورجيا لاكمال السيطره على تلك المنطقه ووصلها بمنطقه اوديسا وميكولايف على البحر الاسود واعتقد ان هذه هي الخطه الروسيه للسيطره على شاطئ البحر الاسود بكامله وعلى اقليم دانتسك الى اي مدى السيطره على مدينه فيردونياتسك اليوم سيسهل مهمه روسيا بليستشانسك وكراماتورسك واضح ان يعني عندما تتجاوز القوات الروسيه مدينة سيفيدونتسك سوف تتقدم مباشرة باتجاه كراماتوسك وليشانسك وربما هناك تكون المقاومة أقل كون الاستعدادات الدفاعية الكبرى للجيش الأوكراني كانت موجودة بسيفيدونتسك وكانت يعني واضحة وملموسة من سير العمليات العسكرية ما هي خيارات أوكرانيا عميد الياس إذا ما كان التقدم الروسي يعني شبه محسوم بحسب مجريات المعارك؟ يعني حاليا الاوكرانيا تعتمد على المساعدات العسكريه الغربيه ونسمع شبه يومي تصاريح من قاده اوكرانيين ومن الرئيس زيلنسكي شخصيا بطلب المزيد من المساعدات وهناك تطوير في المساعدات من قبل بريطانيا بارسال ام 270 وهي يعني صواريخ تصل مسافه 60 كيلومترا يمكن ان تغير الوضع التكتيكي في القتال اذا ما اصابت اهدافا داخل الاراضي الروسيه كما أن الرئيس بايدن ألمح بإرسال صواريخ مار التي تصل 300 كيلومترا يعني ثم تراجع البنتاجول عن هذه الفكرة يعني الموضوع مرتبط بمدى تلقي أوكرانيا أسلحة تقدر على الاستمرار في النزاع الأسلحة التي تتلقاها حتى اليوم هي أسلحة للاستنزاف وليس للحسم ولا حتى للدفاع وإذا ما استمر الحال على ما هو عليه الآن وتقدم الروس في الشرق هل يمكن أن يقوم حقيقة الغرب بإرسال أسلحة نوعية تتيح لأوكرانيا المنافسة بشكل أكبر وربما حتى الهزيمة؟ يعني فكرة إرسال طائرات من من دول حلف السابقة إلى أوكرانيا طرحت ثم طويت أيضا فكرة إرسال صواريخ همار كما قلت قبل قليل من الولايات المتحدة أيضا طويت هناك فقط بريطانيا ترسل او قررت ارسال اسلحه متقدمه نوعيا عن الاسلحه السابقه لكن يعني كل هذه هذه الاسلحه تحتاج يعني الى قرارات كبيره من من الناتو من الولايات المتحده الامريكيه يعني اعلاء نوعيه الاسلحه للجيش الاوكراني لكي يتمكن من القيام بهجمات معاكسه استراتيجيه وليس هجمات معاكسه تكتيكيه في قريه او في محور معين حتى الان لا يظهر ان هناك قرار غربي بمواجهه روسيا في هذه النقطه بحسب القراءات اليوم لهذا هذه الاستراتيجيه الروسيه المتبعه في الشرق الاوكراني هل سيكتفي الروس باقليم دونباس ام ممكن ان تتغير الاستراتيجيه ويتجهون الى الداخل الاوكراني اعتقد ان الهدف الروسي هو يعني خيرسون و ثم ميكولايف واوديسا على البحر الاسود، اما الدخل الاوكراني الشاسع يعني من من نهر الدنيبر غربا حتى الحدود البولونيه والمولدفيه فانا اعتقد ان روسيا مهتمه بدخول هذه المناطق الشاسعه معظمها مناطق زراعيه وغير ماهوله، المناطق الماهوله هي على نهر الدنيبر بدءا من كييف وزابورجيا ومدينه دنيبر. يعني وشرقا بحوض الدومباس، هذه المناطق الماهوله، اذا تمكنت روسيا من السيطره على اقليم دومباس وطبعا شبه جزيره القرم وماريوبل وخيرسون وميكولايف و تكون قد حققت هدف هدفا استراتيجيا كبيرا وتكون الدوله الاوكرانيه في خطر الانحلال يعني والتحول الى دوله فاشله. وبحسب ما تحقق روسيا حتى اللحظة هل بات من السهل التنبؤ بزمن العملية العسكرية الروسية زمن انتهاء هذه العملية؟ يعني لا أقل من سنة على هذا النمط من القتال روسيا تحتاج إلى سنة لتحقق مثل هذه الأهداف بإقليم الشرق بإقليم دونباس فقط؟ نعم يعني من الشرق إلى خيرسون إلى أوديسا تحتاج تقريبا سنة من القتال إذا استمر القتال بهذه الوتيرة والمقاومة الضارية من الجانب الأوكراني